السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكات، عاشرون تعاودوا ان شاء الله يا ربي. اليوم راه معنا البنت اللي عندها عيد ميلاد وبغينا نشاركوه معاكم المشاهدين، ومرحبا بكم. تحيه. السلام عليكم مشاهدين، عيد ميلاد سعيد منال. شكرا. خديجه. السلام عليكم مشاهدين، اليوم احنا عندنا عيد ميلاد ديال منال بنت دكاريه حره، وحنا محتفلين معاها وفرحانين معاها. ربي يخليك خديجه، ربي يخليك. عيد عيد ميلاد سعيد ديما قبل 100 عام ان شاء الله. قبل 100 عام. وشكرا لك خديجه. خديجه مسكينه راه عيطنا لها حتى يعني ما بقاش اقرب وقت، والساعه راه غتشوف الساعه تبين لكم. شوفوا شحال دابا العشره دابا ديال الليل المشاهدين، العشره هذه ديال الليل، وداكشي مضروب دغيا دغيا. عيطنا لها مسكينه. عيد ميلاد على غفله. والله الا على غفله، ومشات مسكينه حتى للدار وخرجت من الخدمه وعاد رجعات شرات الكادو. وشكرا لخديجه، ردوا لك الساعه صغار ان شاء الله يا ربي. مسكينه لنا بزاف بزاف. الله من داك الشيء. ربي يخليك. ايوا نتوما معنا المشاهدين، مرحبا بكم والف مرحبا مع اختكم الدكانيه. انا اللي كانت كنشاركها معكم كبيره ولا صغيره، راه كنشارك معكم ما كنخبي عليكم والو. كل الوعد اللي وعدتكم به النهار الاول انا معكم حتى اخر نهار في حياتي. ومرحبا بكم، شكرا. ومرحبا بكم المتابعين الجداد، مرحبا بكم، وتحيه للناس الجزائر خواه خواه، ومرحبا بكم. شكرا شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم فيا وعلى التشجيع ديالكم، وشكرا بزاف بزاف. راني تبارك الله العشيه كلها وانا كنقرا في التعاليق، والله العظيم ما كملتهم ولا كملتهم. راني درك العشره هذه ملي غنسالوا من عيد ميلاد راني غندخل تحت المنطا وغادي نرد عليكم الكومنتات. وشكرا لكم بزاف بزاف المشاهدين، ومرحبا بكم الف مرحبا. دابا ما يمكنش لينا نديروا الموسيقى، انتم عارفين زمان كورونا، احنا غير بوحدنا، غير انا وبنياتي وخديجه صاحبتي ها هي. الموسيقى ممنوعه، وحتى الموسيقى راه ممنوعه كيف كتعرفوا. هذا الشيء اللي كان اخوتي، ومرحبا بكم وقبلوا عليا، ونتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ايوا المشاهدين، دابا انا الرعد في الشميعات. يلا منال. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا منال، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا منال. يعقوب 100 عام ان شاء الله يا ربي. يلا بالشميعات. تمنيش امنية منال؟ انا على الماش كنتمنى هذاك الروايس. يلا غادي نفوت على الشميعات. يلا واحد جوج، واحد جوج ثلاثة. ايوا دابا منال غتقطع الحلوى. يلا منال. يلا منال. بسم الله بسم الله بسم الله. برافو منال، برافو. الصحة راحة الصحة. وانتم المشاهدين سمحوا لينا إلى شهيناكم، إلى شهيناكم حقا في الجنة يتسنى. حلوه واه راه تبارك الله. ضروري واخا داكشي ديال الزربه وعلى غفله. كومونديتها في شارلوت، فحد مخبزه في المدينه. حنا مخبزه في المدينه لتحت. وانتم المشاهدين حقكم في الجنه يتسنى. انتم المشاهدين حقكم على الدكاليه. مرحبا بكم، وسمحوا لينا اللي توحمت. سمح لينا، سمحوا لي بزاف بزاف. وانتم معنا المشاهدين حتى نوصلوا لمرحله الكادوات، ونوروا لالا منال شنو خدينا لها في الكادوات اليوم. راه في الشتاء اللي جات لينا في الشمس، ما نقولوش لي ما نعاودش ليكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم المشاهدين، مرحبا بكم عند دكالية حرة وخديجة ومنال. وعيد ميلاد ديال منال راه زاهر ناشط. ضروري في خديجة ما يكونش ناشط. ايوا لا بدا ضروري من ناشط شوية شوية ناشط. وسمحوا لينا بزاف، مكرهناكمش تكونوا حاضرين معنا، ولكن دورو. اييه والله إلا خديجة مسكينة راه عزيزا على الضياف. دورو كتفرق. ربي المشاهدين ما ديروا الخديجه على قد فمها شي نهار تجمعوا كاملين. وجيو مرحبا بكم، مرحبا بالناس تاع الجزائر دخلوا عندنا جداد. مرحبا بكم الف مرحبا.
الناس ديال الجزائر والمغاربه داخل الوطن خارج الوطن كاع الناس كل من المتتبعين ديالنا جا عندنا مرحبا بهم. خرجت تعرض عليكم انا كنعرف بلاصتها. اييه مرحبا بهم. فاش قالت لكم داك النهار في داك الفيديو السابق في العربيه قالت لك جيو لما ما قلعتوش بهذاك الطريب البلدي غنجيب لكم الطريطور. وخديجه راه دارتها راه قد بها خديجه قد فمها قد راحه خديجه بنت الخير تبارك الله. الطريطور مالو حاجه ماشي قليل في حقهم المتتابعين ديالنا حقهم ديروا لي الطريطور مالو دارت جوج طريطورات ماشي مشكل ما عنديش مشكل. عرفتي خديجه نمشيو لهنا العربيه هنا ما كاينش اتساع من تحيد كورونا ان شاء الله. تحيد تحيد كورونا احنا دابا راه كتشوفينا البنات قاسم غير بوحدنا يرفع علينا الله هاد الوباء الله يبعدوا علينا ان شاء الله يا ربي ونشوفوا العروبيه الله يسهل زوينين ونديروا لك الخزينيات اللي كيضربوا في العروبيه الخزينيات اتساع تما موجود نديروا لي من الخيل كاع ماشي مشكل. يلا غنقولها خديجه راه تركب لكم خديجه راه عندها واحد الموهبه غتشوفها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. خديجه اش كديري تبوريده ولا كتركبي على الخيل؟ اختي كنركب ما نقدرش قطعت بوض ولكن ما خرجت مكحله عاد تيركب يعلع على الخرج مكحله براسك انا مره حركت على المعاود تبوريده اللي ما المكحله اللي ما خرجت قبل ما نفتح القناه ان شاء الله المره الجايه تركب على العاود وتشوري المشاهدين الموهبه اللي عندك خازناها ما خاصهاش تبان المشاهدين. ايوا مرحبا بكم المشاهدين مرحبا والف مرحبا وقبلوا علينا حنا بغينا نتواجدوا معاكم شويه ما بغيناش نغبروا عليكم كيف نتوما ولفتوا كل نهار تطلعوا علينا وتشوفوا القناه ديالنا وتشجعونا وتخلوا لنا كومونتيرات زوينه حتى حنا ما نغبروش عليكم وداكشي اللي كنحنا كل نهار نعطوكم الجديد ونقراو الكومونتيرات اللي كتكتبوا لنا وشكرا لكم. ايوا من دوقي الحلوه تي وخديجه. يلا خديجه بسم الله بسم الله باينه زوينه انا والله الا جاتني بحال انا عرفت وجدت في شي كتب السوايع ولا الرش انا قلت لك واش كومونديتو شارلوت واحد المره كومونديتو لا واعره واعره شارلوت سبحان الله كتشبه ليه هادو ماني مدرسه في المدينه تحت العبارات على صراحه ما عرفه معاهم قديمه عرفتي باش يوجدوا لك عرفتي الناس اللي كيبغيو كوموندو خاصك تكوموند بحال اليوم دفعوا الافونس كيعطوك واحد الوراقه وعاد غد كدير معاهم الوقت كتجي ديرها هاد الوراقه اش فيها تاع الكوزه وخاطي جربت نعاش وقعت في الثقه خادي ايوا خفتي لي دير الكوزه في المناضة بعدا شفتكم قلت غير فحال وطلع كان الكوزه راه ما كتبانش فحال وطلع كريم عشرة هي الدخانية حرة هادي اللي غفلتيني فيها خديجة والله ما كان عيدك شوية الكوزة في الطرف ديالك ديال الحلوى أما في المناضة اللي درناها غادا تبان للمشاهدين لا في الحلوى ما غادافوش ليش غتقضي عليها غير الحلاوة صح علي الكوزة ما كتبغيش حلاوة بالعكس راح تعطي مفعول مع الحلاوة اي مع المناضة اللي هي ايوا انتم معنا المشاهدين ما كملنا كلنا بحبه وسالينا بغينا نشاركم معكم الهدايا اللي خدينا للمنال في عيد ميلاد ديالها نقول لكم سميت نوريكم الهدايا اللي خديتها انا نشارك معكم انا الاولى وعلى اللي جابت لها كادو اللي جابت لها زينب والكادو ديال خديجه بسم الله انتم المشاهدين هذه الهدية الأولى هذه الهدية الأولى راه عطانا بك فراشة ديولها بدر اختارتها مالين اه اختارتها مالين قال لها بغيتي طامني هذو مول الحانوت قال لها بغيتي هذو تلصقهم تلصقهم مابغيتش قال لها أحسن ما ديريهمش حيت هي زوينة رطبة من الداخل زوينة عجباتك مالين إوا بالصحة والراحة الكادو الثاني هو هاد السروال اللي كتحمق عليه منال قالت لك شحال ماما قالت لك شريه ليا دابا هاد السروال عجبها هاد الستيل كتحمق عليه هو هذا الصحه والراحه ندوزو للكادو الثالث بسم الله ها لمنال تشري لها واعره هادي شكلها صح هانت ديال الدان الباج هادي نقولو الباج الباج زوينة رطبة كيعجبوني نشكرو تكون رطبات من منها من القاع ديالهم مع الكارطونة
كي جات الشي خديجه واعر انتم المشاهدين شرا واعر ايوا بصحتك منال معطيك الصحه للمشاهدين بغيت نشارككم معاكم بسم الله نرجع الكارطون صوبه الكارطون السالي دابا غادي خديجه الكادو اللي خديته خديجه حلو يا اختي لا كادو كيبان زين وفاكس كيبان كلاس بحال مولاتو بسم الله عارفو المشاهدين خديجه راه هي كلاس تجيب حاجه كلاس شنو هادي بارفان اسمو بارفان غوتشي هاي 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 هادشي كلاس خديجه والله العادي باقي ما حيش الريحه طالعه منا غير من ريحه فنه خلينا نزل محليتها هانتم المشاهدين شوفوا خديجه تبارك الله هانتم المشاهدين قلت لكم خديجه راه كلاس و صحه وراحه شي جات تبارك كلاس ردوا عليك بصحه الخير خديجه ان شاء الله ماما يدع الخير تبارك الله فنه من غير من غير من الامبالاج ديالها شوف هاد الكادو تماما زوين ايوا بالصحه راه تستاهل غير من الامبالاج ديالها راه شي حاجه زوينه وكلاس ايوا خديجه شكون بحال اكلتو الحلوه وجاكم النعاس اختي شغنقول لك راه خديجه ياكم اكلتي الكوزه في الحال تاع كريم الكوزه هذا راه كتشم ريحه تاع الكلام هذا كاين شك ضغطي ما عرفتش قلت لي بحال جاكم النعاس ما درت والو انا وقتي والله لا حيت قرا قدامك مستحيل انا موالفه مازال تحت الحال وطلع كان والله المشاهدين موالفه كنشرب المناضه وخا يكون فيا النعاس كيطير مني دابا راه الارض كدور ليا بالنعاس جات لي المناضه الله اعلم راه شربت من هاد الغوط الناس لينا فوق الطابله المشاهدين لا كاملين بنت لي جاكم النعاس راه حتى جات لي فاش رايحه ولا لا ما الشرحه كتنعس ها الشرحه كتنعس اول مره غنسمح المشاهد اش وقع ليكم شنو وقع ليكم جاكم الفخا ويتقطع لي هاد الشيء قبل الحفله المشاهدين خديجة بغات نفخت لك بها شوية قالت لي زيد قطع لي قطع لي الدفاخة ويطيح لي خديجة الدفاخة واقع حنا دايرين عيد الميلاد ماشي مالا المهم ولات عيد الميلاد عيات مشات نعسات دابا لحداش ديال الليل وزيادة جي لحداش ونص جا نعس مسكينة الله اكبر ركعتي عليك راه عطيتي لا حيت ما نفخاش مزيان خاصك تكون نفخه مزيان باش تصفر كاع مزيان راه ما نفخينش مزيان وما دغيا تفش دغيا ما عاكدينهمش البنات شكون فخا منال 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 نسات لا تخاف نفتح انا غنحل لك الصفحه انا خديجه كنت مفخخه من المفخخات ما كنتش نفخخ واك حنا كنفخ فيها بقات نفخ فيها كتكون تطرق عليك على وجهي من تم قالت لي ديك الخالعه هاكا نفخ خديجه والو نفخ على وجهي ما قدرتش نفخ ايوا المشاهدين اللي عندهم ما تلعبين ما شفت الناس لا تبدا بختني والله انا شاكر ما تاش دايره لي في مولانا ما بغاتش تفقر لي عرفتي اش بان لي خديجه ماما فاش كتنعسي بكري اليوم ما كتبان لي قلت لك راه دارت لي شي لعيبه في المول هذا شي بصح والله ما درتش حاجه كانت شي حاجه غتكون في حالهم تاع كريم بحال هكا بعد لي خديجه باغا دير لك شي مقلب راه باين هذيك تقولي درتي لي الكوزه في المناضه قلت بحال وطلع كرم بعدا مصدقوا ايوا كيف لي ما تيشتيش لا صوير كاين اي تمسحوا ها مصح ضغطين اش لا وحدي مش الخجله كتعقلها والله مش
المشاهدين ما دابا ما عرفتوش ما عرفتش اش عيطت عليا قالت لي جي داير عيد ميلاد المدام بلي جيت حط المناضة شرب المناضة ما عندي والو دابا الله كدور بيا اش غندير وراك قوت المناضة طلعت نص دابا بدات قوت الحلاوه كنتي مشطات المناضه بزاف بدات كيفاش رايحه ما بعد الشرح ما كانش في الدار مازال شريت انا باغا نشرا غنبع بدات في الكوزه واقيلا ممكن نعاود واحد شوي فوق شي نويويرا شي نويويرا شي نويويرا شي نويويرا نويويرا بحال الكوزه ودابا المشاهد باش شنو غادي ديري لها بالصفاق انا عارفه اش غندير لها والمشاهدين دابا عندنا شاركنا معكم الحفيله ديال ملال على قد الحال نتمنىكم تقبلوا علينا ويكون فيديو خفيف ظريف على قلوبكم وسمحوا لنا حنا بغينا ندردشوا معكم شويه شاركنا معكم الكادوات اللي جنن ملال ولا ما نسيناش حتى خديجه حتى هي بسم الله وخديجه خديجه والله ما فعلها حاجه المشاهدين وحق الله انتم المشاهدين خديجه مصدومه لا فرصات تاع النقره انتم المشاهدين قلبي الكاميرا من هنا انتم خدات الحلقات ديال النقره نتمنوا يعجبوها عجبوني قالت لك كانت دايره حلقه تاع الذهب ضروا في ودنها كانت النقره ما كترش في الودنين حيت كانت واحد بنت ختي توقع لها واحد المشكل هكا ديما تبقى محيده وخلاص تعدى من ودنيها ملي درت لها درت لها النقره براو لها ودنيها وانا دابا نقيت دايخ صافي عقلات زوينه هادي وهاديك حيدوني دابا الله يلا هو مزيان اللي كان كان هو في السبب ديال باش بريتي راه مزيان غنبقى دابا نجيب لك بحال من الطوخه نجيب لك بحال دابا خديجه نشرب شي حاجه خديجه كتبان لي بحال مصدومه شويه شربت في المناضه صافا خديجه خدي الكاميرا حتى تي راسك بالصحه والراحه تستاهلي كل خير حنا بغينا نضحكوا معاكم شي حاجه خايره حتى هي حره ربي يخليك خديجه ورا قلبتيني جوج مرات المسامح كريم مره بالكوزه ومره ما كنتش درتي لي المونه ما كاينه شي حاجه قويتي الحلاوه صاحبتي لا لا المونه ما فيهاش حاجه لا والله تحليتها بالدار كنشي نحليتها غتكون كنت شي حاجه غتكون كنت بحال هاد لاكريم ويويره شنو ويويره لا لا عندي حق معاك ما دايخاش لك ما دايخ فيك انا العقليه ديالك بسم الله شو درتي لي المشاهدين ما حسيت بالطنوبه ما درتليش ودني انتم المشاهدين كي جاتكم خديجه تركزت ولا لا انتم خديجه تبارك الله جلال زوين لا جو زوين حاجه مزيانه ديال النقط فني دابا انا بحال درت عيد ميلاد مع مانا يلا المشاهدين الاخبار راه فراسكم ملي تفرجوا في الفيديو خليو لنا في الكومنتات الثاني يا حرق لايك 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 وخديجه ومنال خديجه ومنال وكل شيء والمصوره كل شيء والمصوره وشكرا لكم المتتبعين شكرا لكم صلينا بزاف والله يحفظكم والله يخليكم لينا اللهم امين وشكرا بزاف بزاف على التعليقات الزوينين اللي كتكتبوها وكتخليوها كتفرحونا الله يفرحكم وتنشكركم بزاف وهاد العواشر ان شاء الله الرحمن الرحيم تدخل عليكم بالفرحه الكبيره جميع المسلمين يا ربي اللهم امين يا ربي اللهم الله يرفع علينا هذا الوباء امين يا ربي الله يدير شفاء راج من عدو اللهم امين يا ربي ورمضان مبارك ورمضان مبارك سعيد عواشركم مبروكه باش نتمنيتوا ان شاء الله يا ربي وبسلام عليكم وسلام ومن ديما معاكم بالجديد ان شاء الله حنا بالجديد انتم بالكومنتات وباللايك وبالاشتراك يلا مع السلامه